السلام عليكم متابعين قناة خبير. اليوم عندنا فك FRB لجهاز سامسونج A01. طبعا الجهاز من الحمايات الصعبة، ولحتى نفك هذا الجهاز لازم نستخدم ثغرة البلوتوث. قبل ما نبدأ بفك الحماية لازم نتأكد اننا مثبتين اصدار الفلاش المناسب اللي راح اوفر لكم اياه بالوصف، وهاي اسمه على الشاشة. طبعا مثل ما احنا شايفين بطالبنا بادخال الجيميل القديم. لتفعيل الثغرة اولا نعمل اعادة تشغيل للجهاز. وعند لحظة فتح الجهاز حنستمر تنزيل إصبعنا من فوق لتحت لحتى نفعل الستارة المنسدلة. لاحظوا الآن الطريقة. الآن نضغط على البلوتوث. نحتاج لسماعة بلوتوث من نوعية جيدة. أولا نعمل لها اقتران. بعد هيك راح نضغط ضغطة مطولة على كبسة الاتصال لحتى تفتح لنا قائمة البحث الصوتي. من قائمة البحث الصوتي راح نضغط على الكيبورد نكتب كروم حتى ندخل على الجوجل كروم. ومن المتصفح راح ننزل تطبيق اسمه أبيكس لانشر. راح أتابع معكم بس ينتهي التحميل. الآن نثبت التطبيق بشكل عادي. نضغط على Open. راح ندخل على الإعدادات نتأكد الفايند ماي ديفايس اوف. نرجع للتطبيقات راح نعمل ديسيبل للجوجل بلاي سيرفيس والجوجل بلاي ستور. الآن راح نرجع وننزل تطبيق اسمه تكنوكير. طبعا التطبيق هذا بيفتح لنا ثغرة بيسمح لنا ندخل اي جيميل على الجهاز.
الآن بعد التثبيت نرجع للسيتنج راح ندخل على الأكاونت وندخل الحساب تبع الجيميل أي حساب جيميل أنا راح أدخل الحساب فقط للتجربة الآن بعد ما دخلنا الحساب راح نرجع للتطبيقات نعمل enable للتطبيقات اللي وقفناها اللي هي Google Play Service Google Play Store الآن تقريبا انتهت العملية راح نعمل إعادة تشغيل للجهاز راح نكمل إعدادات الدخول وهيك بنكون فكينا الـ FRB لهذا الجهاز.